على إثر معلومات مؤكدة واردة إلى قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسف دول مفادها مرور شاحنة عبر الطريق الوطني رقم 40 الرابط بين ولايتي الجلفة وتيارت محملة بكمية معتبرة من مادة التبغ شمة مقلدة الصنع. تم وضع نقطة مراقبة وتفتيش أين تم توقيف الشاحنة المعنية، وبعد التفتيش الدقيق لها تم حجز 140 ألف وحدة من التبغ نوع أصيلة سعة 30 أغرام مقلدة الصنع تقدر قيمتها المالية بواحد مليار و400 مليون سنتيم قادمة من ولاية سطيف باتجاه ولاية وهران.